الجاثوم هو ما يطلق عليه بالجتمة في الجزائر، وهو شلل النوم أو الجافون، وهو الشعور بفقدان القدرة على الكلام والتحكم في عضلات الجسم في مرحلة من مراحل النوم. ولطرد الجاثوم يجب على الشخص بقراءة سورة الفاتحة على كفيه 7 مرات، وقراءة سورة الإخلاص 3 مرات، ثم قراءة المعوذتين 4 مرات، ومسح كامل الجسم من الرأس حتى القدمين باليد، ثم قراءة آية الكرسي على الصدر. وبعد ذلك نردد الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. 3 مرات في أول الليل أو عند النوم. وكل هذه الطرق هي طرق للوقاية من الجاثوم وطرده تماما من الجسد، حتى لا يقوم بالسيطرة على أفكارنا. Oh.